مدينة زلتين في ليبيا بتعيش أزمة كبيرة خلال الأيام اللي فاتت، وده بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر واللي تسبب في خروج المياه الجوفية بكميات كبيرة وتسبب في غرق جزء كبير من أراضي المدينة، وطبعا تضرر وانهيار بعض المباني. مش بس كده، ده كمان موت المحاصيل الزراعية، وشفنا عدد كبير من الفيديوهات المرعبة اللي تصدرت الترند على السوشيال ميديا واللي صورها مواطنين ليبيين وهم بيصوروا الطرق وهي بتتشقق وبيخرج منها المياه الجوفية، وفيديوهات تانية للبيوت وهي غرقانة تماما. وطبعا الوضع ده أجبر الدولة في ليبيا على إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الأزمة الخطيرة واللي بقت بتهدد حياة مئات الألاف من البشر في ليبيا، واللي اضطر عدد كبير منهم للنزوح خارج المدينة وأصبحت غير صالحة للسكن بحسب التصريحات الليبية الرسمية. أحد المياه الجوفية المرة بعد شوف أرض ثلاثة أرض كيف تربة أرض تربة أقسم بالله أنا أرض تربة. شوف هذه تو هذا وين حفرناها، هذا حفرناها تو حتى هذه المية تطلع. شوف هذه حتى هذه أقسم بالله لتو